سمعنا جميعا عن هذه العلامة التجارية كالفين كلاين، يشار إليها أيضا باسم سي كي. نحن نعرفها كعلامة تجارية عالمية، لكن البعض لا يعرف رحلة صاحبها. هناك قصة ملهمة عن رجل وراء العلامة التجارية كالفين كلاين. خلال طفولته فضل كالفين البقاء بمفرده ولم يختلط كثيرا بالأطفال الآخرين. أظهر كالفين ميله نحو تصميم الأزياء. تحولت هوايته إلى شغفه، انضم إلى معهد لدراسة تصميم الأزياء. بعد فترة وجيزة انضم إلى شركة كمتدرب يرسم رسومات تخطيطية. في عام 1968 أسس شركته الخاصة كالفين كلاين المحدودة بالشراكة مع صديقه. لم يلقى نجاحا في البداية وكاد أن ينهار، مما اضطره للعمل في محل بقالة والده لكسب دولارات إضافية قليلة ليستمر في تصميم الأزياء. في أحد الأيام ذهب تاجر بطريق الخطأ إلى متجر كالفين. كان من المفترض أن يذهب لمتجر آخر، لكن الصدفة جعلته يشاهد أعمال سي كي وذهل من جودة التصميمات وطلب شراء طلبية كبيرة. بعدها حظيت الشركة بقدر كبير من الاهتمام، وسرعان ما قام كلاين بتنويع خط التصنيع الخاص بشركته. قدم كالفين أيضا جنس سي كي الذي لاقى رواجا شعبيا. حقق كالفين ثلاثية مع جوائز كوتي المرموقة ليصبح أصغر مصمم أزياء يحقق هذا الإنجاز. في عام 1983 تم إدراج كلاين في قائمة أفضل الأزياء العالمية، ووصل إلى قائمة 25 أمريكيا الأكثر نفوذا، والتي نشرتها مجلة التايمز في عام 1996. قصة كالفين كلاين هي مصدر إلهام لنا جميعا، ليس فقط لأنها علامة تجارية عالمية، ولكن أيضا لأن فردا كان يحلم بشيء كبير لم يتخلى عنه أبداً.